الشيء هذا مو بس يجنن إلا فظيع، مرة مرة حبيته. عبارة عن ماسك لمنطقة تحت العين، يجي زي كده شرايح كثيرة ومعاها ملعقة على أساس إنك تشيلين شريحة شريحة وتحطينها. مرة يا بنات فظيع، يخفف من الانتفاخات اللي تحت العين، يصفي لك منطقة تحت العين، مرة مرة حلو، يشيل لك كل التعب والإرهاق اللي بان في عينك، حتى قلة النوم ممكن تحطيني إذا عندك مناسب ولا شيء، مرة ممتاز. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.